بص حبايبي، النهارده اشتريت فرخه وقلت اوريكم انا بعمل فيها ايه. انا اشتريتها من عند الراجل متنضفه طبعا، خليته نضفها لي، وبعدين جيت كده عدت عليها تنظيف، شلت بقى الريش الصغير وشلت اي حاجه جلده دهبه، نضفتها كويس كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله نضفتها حلوه. تعالى نشوف احط عليها محلول. المحلول ده عباره عن ايه يا جماعه؟ حبه ميه معانا في الفلفتايه كده، حبة مية مش كتير، وهنحط على حبة المية دول ملح فلفل، هحط شوية دقيق، هحط عصير ليمون، انا عاملة خلطة ليمون كده، قشر ليمون سلقاه وطحناه وحطاه في التلاجة بستعمله للحاجات التنظيفات اللي زي دي كده. هحط شوية خل ماشي، وهقلب المحلول ده كله كده. هقلب المحلول كده. المحلول ده يا جماعة بقى ايه فايدته؟ هاخد فلفتي اسقطها في المحلول، وحوايج الفرخة بقى جناحها بقى والكبدة بتاعتها وكل حاجاتها كده تنزل جنبها، وهحطها في السائل ده. بصوا كده اسيبها فيه ساعة كده، هتخر بقى دمها والزفره بتاعتها وتبقى ريحتها ليمون وجميله جدا. دي بقى كده ليه يا جماعه بنعمل الحركه دي؟ مهمه قوي يا جماعه، الحركه ديت بتخلي تسحب الزفاره اللي في الفرخه، بتسحب الدم اللي فيها زياده، بتخلي شربتها نقيه جدا، ريحتها جميله. الشوربه تعملي منها بقى طبق ملوخيه جميل، تستعملي شوربتها في وصفات تانية بتبقى شوربتها حلوه. حبيت اوريكم المعلومه ديت جدا. النهارده هشطف الفرخه ان شاء الله بعد ساعه من نقعها، واحطها في كيس في الفريزر. انا بحب ابيتها ليله في الفريزر يا جماعه، ما بحبش اطيبها في نفس اليوم اللي اشتريتها فيه، عشان لو كلتيها في نفس اليوم بيبقى جلدها بيبقى لحمها بيشد كده، انا بحب اللحم يقطم، فلازم تريحيها في الفريزر يوم بعد ما بتندبح. فانا هريحها النهارده في الفريزر واعملها لكم ان شاء الله مع بعض، ونشوفوا هنعملوا معاها ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في مطبخ هرمي. النهارده هعمل لكم الفرخه المسلوقه اللي نضفناها مع بعض ونقعناها في المحلول بتاع النقع بتاعنا اللي شفنا بنعملوه ازاي. دلوقتي هنحطين حله ميه على النار بتغلي اهي، هنسقط فيها الفرخه بتاعتنا اللي احنا شطفناها، وقلنا بيفضل ان انت تبيتيها ليله في الفريزر طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. سقطت فرختي وهسقط معاها الحوايج بتاعتها، الكبده والقنصه الجناحات، هسقط معاها البصل، وهسقط معاها كمان الورق اللورة والحبهان المفتحة طبعا. انا هسيبها دلوقتي تاخد غلوة مع بعض، وهقش اي ريم خفيف هيطلع منها، وارجع اوريكم هنعمله ايه تاني فيها. بصوا يا حبايبي، احنا سيبنا الفرخة تغلي حبة صغيرين ليه؟ عشان نلم اي رواسب كده، الريم اللي بيبقى على الوش ده، فعشان كده ما طفتش من بقية المكونات بتاعتي. فهبتدي دلوقتي بلمها، كل ما تتجمع لميت، فهي كمان ما شاء الله نظيفة لما اتنقعت في المحلول اللي انا عملته معاكم، خليتها نظيفة وما فيهاش ريم كتير. هنضيف بقى طماطمايه معصوره ومتصفيه، هضيفها عليها تدي لون للشوربه ونكهه جميله. هضيف رشه روزماري مطحون، هضيف رشه حبهان ورق لوري مطحونين كمان، رغم انها حاطه بتزيد التست بتاعها وتخليها غنيه. هضيف الملح، ريحتها ابتدت تطلع جميله جدا.
نضيفه قوي، ما فيهاش اي ريحه زفاره خالص يا جماعه. صدقوني مهم قوي تعملي الخطوات اللي انا بقولك عليها ديت، الملح الاسمر، الفلفل الاسمر. وهسيب الفرخه تستلق وتاخد سواها، واعمل دلوقتي معاكم الرز بالشعريه بتاعنا. تعالوا نشوفوه هنعمله ازاي. ان هعمل الرز بشعريه دلوقتي، معانا زيت وسمنه على النار. هنزل بكيس الشعريه بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هحمر الشعريه. الشعريه معانا احمرت اهي، هنزل بالرز بتاعي المحصول. حطيت الرز بتاعي، هنزل بالملح. وأقلب. أخد الرز بسرعة كده تشويحة مع الشعرية، أسخن حباية الرز كمان. التشويحه دي قلنا ليه يا جماعه؟ عشان دي بتخلي الرز بتاعنا مفلفل وحبايته جميله وبتلمع. هنزل بالميه بتاعتي. بسم الله. الرز على النار بيتشرب ميته، ههدي عليه واسيبه. هنروح مع بعض نشوف الفرخه بتاعتنا استوت ولا لا، ولو استوت هنعمل لكم مع بعض الملوخيه. شوفوا احلى طبق ملوخيه ان شاء الله. تعالوا نشوفوه هنعملوه ازاي مع بعض. نشلت الفرخه بتاعتي يا جماعه، استوت اهي زي ما انتم شايفين، ومعايا الرز بتاعي على النار مهديه عليه. تعالوا دلوقتي هنعمل مع بعض، هناخده من شوربه الفرخه بتاعتنا اللي احنا لسه عاملينها حالا، نعمل منها طبق ملوخيه رائع. معانا ايه يا جماعه عشان نعمل الملوخيه؟ معانا في الحله هنا الشوربه بتاعت الفراخ الجميله اللي احنا لسه عاملينها، ومعانا الملوخيه بتاعتنا انا مخزناها في الفريزر مجمده زي ما انتم شايفين كده. بنخزنها ازاي؟ تغسل الملوخيه كويس قوي واقطفها واحطها في الكيس وفي الفريزر، ما بعملش اكتر من كده، ما بفرمهاش ورق، شايله الملوخيه ورق زي ما انتم شايفينها كده، ومطلعاها لسه مجمده ما فكتش. بصوا مجمده خالص اهي، وهنزل بيها في الشوربه اللي بتغلي قدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلب واسيبها في الشوربه كده تفك معانا على مهلها، بتفك بسهوله وبسرعه ايه رهيبه. ورق بقى ولازم تطلعيها من الفريزر مجمده، ما ينفعش تسيبيها لما تفك، تسمر معاك، تسود الملوخيه، تسود كده اهي. ابتدت تفك اهي زي ما انتم شايفين ورقها اهو. دي اسهل طريقه لتخزين الملوخيه يا جماعه، ما بتفرميهاش ولا بتتعبي نفسك خالص. بتغسلي الملوخيه بتاعتك كويس قوي وتقطفيه، وتسيبيها لما تنشف وتقطفيها، وتيجي جايبه اكياس الثلاجه بتاعتك وتخزنيها في الفريزر على طول. ورق، بصوا ورق. حطيتها في النار اهيت مع الشوربه المغليه، وهسيبها تاخد غلوتين مع الشوربه ونكملوها ان شاء الله. بصوا حبايبي الملوخيه اهيت عندي بتغلي، هنزل بها ايه برشه سكر خفيفه قوي، حبه سكر يخلي الملوخيه بتاعتنا مسكره، مش معسوله، مسكره بتدي طعامه يعني. رشه خفيفه جدا ما بين صوابعينك كده، رشه سكر خفيفه، واقلب. شوفوا الملوخيه بتاعتنا خضره زي يا جماعه، ما شاء الله جميله جدا.
طريقة تخزينها حلوة، ما تقلقيش من الطريقة خالص، جميلة. وبسيبها تستوي الملوخية، تاخد لها غلوة مع الشوربة بتاعتنا الجميلة اهي كده. ممكن تسيبيها تبرد وتاخديها في الخلاط وتضربيها، او في تاخديها في الكبة وتضربيها. انا عندي الهاند بلندر بتاعتي، هضرب بيها هوريكم كده. استوت خالص اهيت، هوقف وابتدي اضربها. بصوا يا جماعة، هضربها دلوقتي، خلوا بالكم سخنة قوي. هطحنها، هضرب كده زي ما انتم شايفين. طحنتها، شوفوا يا جماعة طحنت ازاي، شوفوا تحفة ولونها يجنن. خلاص كده اولع عليها مرة تانية. وابتدي اشوف القوام بتاعها. بصوا، لو بعد الضرب حسيتيها تقيلة وعايزة شوية شوربة، تضيفلها شوية شوربة وهي بتغلي على النار كده، كوبشة ولا حاجة. لكن انا شايفها كده القوام بتاعها قوام مثالي، جميلة جدا ولونها جميل. خلصنا كده الملوخية؟ لا لسه ما خلصناش، استنوا حبايب، لسه فاضل لنا دشة الملوخية. ودي اساس الملوخية بقى، دي التكة بقى بتاعة الملوخية، لازم بتدي طعم ونكهة للملوخية. خلاص الملوخية عندي كده غلت غلوة، هطفي عليها ونبتدوا نشوفوا هنعمل دشة الملوخية ازاي. ما هنعمل دقه الملوخيه يا جماعه، وخدوا بالكم يا جماعه الملوخيه ما تتغطاش نهائي وهي سخنه عشان ما تسقطش، لازم تنجح. فاهم؟ مش هنغطيها، هنسيب الملوخيه تبرد على جنب. معانا هنا معلقتين زيت ذره كبار، معانا حته سمنه فلاحي للنكهه كمان، حته سمنه فلاحي مش كبيره، ممكن تعملها بسمنه فلاحي طبعا الدشه كلها وتبقى جامده جدا عشان تبقى خفيفه بس على المعده. وهنزل بمعلقه ثوم مفرومة، ملعقة الثوم المفرومة بتاعتنا، وبالكزبرة الناشفة بتاعتنا برضو، وفصين ايه يا جماعة، فصين ايه، فصين مستكة، حبيتين مستكة كده. وقلب الدشة بقى يا جماعة، بدوب كمان حبيتين مستكة، اول ما ينزلوا في درجة حرارة عالية بيدوبوا على طول. والدشة بتاعتنا جميلة، مش عايزين ان التومة تتحرق مننا، واخدين بالنا ريحة الدشة يا جماعة بجد خطيرة. يلا بقى هنتشوها على الملوخية، واللي بتعرف تشهق تيجي جنبي، انا ما بعرفش. بسم الله الرحمن الرحيم، جميلة ما شاء الله. شوية بقى للطاسة بقى، لسه فيها ما اقدرش، تتشف الملوخية دي ما تكسبش. ما شاء الله ريحتها جميلة جدا يا جماعة، بصوا القوام بتاعها، شوفوا قوام الملوخية يا جماعة. بصوا انا عايزاكم تشوفوا كويس، بالله عليكم جميلة، شوفوا حلوة ومظبوطة قوي ازاي، شوفوا جميلة ازاي، ولا الريحة ما اقولكمش، ولونها شوفوا اللون يا جماعة، شوفوا التقل حلوة قوي، عاملة عرق جميلة جدا، كأنك عاملاها بالمخرطة، الطريقة دي جميلة قوي. بصوا جميلة اهي، صبح كابر اهو، جبنا صبح كابر البيت. كده الملوخية بتاعتنا جاهزت، هنروح نحمر الفرخة الجميلة بتاعتنا ونقدم أكلنا الحلو ده النهاردة، وتعالوا نشوفوه مع بعض إن شاء الله.
حبيبي احنا دلوقتي هنحمر معانا الفرخة بتاعتنا. حطينا هنا في الطاسة حبة زيت وشوية ملح، وهرش كمان شوية فلفل اسمر، رشة فلفل اسمر كمان كده مع الزيت. دي تنكيها للزيت اللي هنحمر فيه فرختنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستنيين الزيت بس يسخن عشان انزل بالفرخة بتاعتي. زيتي سخن، هنزل بالفرخة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فرختي وارجع لكم ان شاء الله. كنت بس عايزة اوريكم التكتيك ان انا بحط مع الزيت شوية مثلا فلفل، هحمرها وارجع نقدمه الغدا بتاعنا الجميل قوي ده. وده يا حبايبي كان الغدا بتاعنا. هنفضل الملوخية مع بعض بقى. تعالوا شوفوا الملوخية يا جماعة وجمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا جمالها، شوفوا جميلة قوي ازاي، تحفة تحفة ما شاء الله. ريحتها تجنن، قوامها، لونها، كل حاجة. وده كان غدانا النهاردة. يا رب يكون عجبكم وان شاء الله تجربوه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.